أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم الاتصال بالساحر عبر الهاتف لعمل سحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟ إذا اتصل عليه بالهاتف وسأله فقد أتى، أتاه يشمل أنه يذهب إليه في مكانه أو أنه يتصل عليه بالهاتف، هذا إتيان له، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتابة ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تأتهم، اقطع العلاقة معهم ولا تتصل بهم أو تسألهم.